ايه منك في ناس بقى. يا نهار اسود. شفت يالا؟ شفت يا معلم؟ الست بتخون جوزها. الست بتخون جوزها وجايبه الواد معاها. وجايبه الواد معاها. يا نهار ابيض. يا نهار ابيض. واحنا قاعدين في الدولاب. واحنا قاعدين في الدولاب. انت بتعيد الكلام ورايا. امال انا جايب مساعد معايا ليه؟ يا تقول حاجة جديدة. ايه؟ ما انا كنت اجي اقول الحاجة مرتين وما اجيبهاكش وخلاص. ايه ده نسي الصندوق بتاعه؟ ما صح. ما حقيقة. الصندوق بتاعهم فيه. يا سلام. الصندوق ده يالا اللي فيه السحر كله يالا. انت خدت بالك؟ انا واخد بالي. يقعد يطلب الحاجه من هنا وتنزله، بس الصندوق ده فاضي بجد يالا. ما هو بقى ده سحر. الله على المعلومه. الله. سحر. سحر. امال ايه؟ سحر. سحر الدنيا. يعني الصندوق ده الواحد ممكن يطلب اي حاجه. المفروض زي ما بنسمع ونشوف. انت بتسمع؟ مش الوليه قالت كده هي والست اللي كان الراجل اللي كان معاها؟ الوليه والست اللي معاها. هو الحجم يدي على وليه وست فعلا. طب خد يا ده، انا اتمنى اي حاجه. يا معلم. يلا وانت طلعها لي من جوه. بس فكر لنا في حاجه حلوه يا معلم. ماشي. والنبي. حاضر. ماشي يا معلم، كان دي فرصه اصلا. ايوه ما انا عارف. ماشي. بس فكرت. فكرت يا معلم. اوبا. اوبا ايه؟ مفيش حاجه؟ انت فكرت في ايه يا معلم؟ فكرت في فلوس يالا. هي فين الفلوس دي؟ بس النجمه اللي في رقبه الوليه يالا. لازم تكون لابس ايه النجمه دي وانت بتطلب الطلب او بتتمنى الامنيه، فتقوم الامنيه طالعه لك. ونروح عاملين اي حاجه زي الساحر كده اهو، هربق تطلع الحاجه على طول. هربق؟ تطلع الحاجه. نعمل ازاي؟ زربقوا. طب يبقى احنا عايزين النجمه دي يالا. احنا عايزين ايه؟ النجمه دي. يا سلام. النجمة دي عايزينها يالا. لازم يا معلم. النجمة دي احنا عايزينها. دي معلومة جديدة خالص. يبقى احنا لازم نتصرف ونجيب النجمة دي من رقبة الولية بأي طريقة. لازم يا معلم. لازم. لازم يا معلم. طيب احنا نعمل لها ايه؟ هنجيب النجمة. ازاي؟ من رقبة الولية. ماشي. ان شاء الله نقتلها. نقتلها يا معلم. ربنا يستر. ربنا يستر. بص لي كده، الشرطه واقفه لسه ولا ايه؟ عشان ناخد النجمه ونجري. ما تقلقش يا معلم، انا خدامك يا سيدي المعلمين. يلا شوف. ماشي. ايوه يا فندم. ايوه. المعلومات اللي عندنا بتقول ان اللي اسمه خطاف والواد الاهبل اللي معاه هيعملوا شغل حلو النهارده في المنطقه. صح. حصل سعادتك ومأمنين المنطقه بالكامل. زي الفل يا شرطه. وان شاء الله باذن الله هنمسكه. جدعين يا شرطه. هي دي الشرطه، احسن شرطه. انت فرحان ياض؟ امال ايه يا معلم؟ ده بيقول لك هيمسكونا انا وانت. ده بيقول هيأمنونا. يأمنونا ايه؟ يأمنوا الناس مننا يا ابني. احنا حراميه. احنا حراميه. أيوة. هم شرطه جايين يمسكونا. ايوه. ايوه ايه؟ يبقى احنا لازم نتدارى. ونتدارى ليه يا معلم؟ ما هو كذبه، ما قالوا الصح والحقيقه وكل حاجه. ولا سلبه. ايه يا معلم؟ ده قلت لحد ان احنا جايين النهارده العمليه دي؟ ان في حد بلغ علينا يا معلم. ايوه انت قلت لحد ان احنا جايين العمليه دي؟ عيب يا معلم، انا ما قلتش لحد ابدا. قلت لحد يا سلبه؟ يا معلم عيب. سلبه. والمصحف فيه ايه؟ والمصحف فيه ايه؟ ده سؤال. انت بترد على السؤال بسؤال؟ انت قلت لمين ان احنا جايين؟ اعترف يا. ما قلتش غير للبت نوسه خطيبتي. بت نوسه مننا وعلينا، استحاله هتبلغ. أيوة. مين تاني يا؟ وامي بس. أمك استحالة يعني تسلمنا.
ولا تسلمنا؟ انت بتضايق امك يا اسطى؟ لا عيب يا معلم، عشان بس تبقى عارف انا رايح وجاي منين. قلت لمين تاني يا؟ والواد سيد الشغال بتاع القهوه. غلط اهبل زيك مش هيعرف يقول حاجه. مين تاني يا؟ عيب يا معلم ما قلتش لحد. قلت العبد والمخبر. ده مخبر يا معلم، ده يودينا في داهيه. ده اللهم صل على النبي. الحلاوه دي عارف ان المخبر يودينا في داهيه، ما قلتلوش يعني. انا قلت للبت ساميه بنته بس. يا قلت لساميه ما اكيد قالت لابوها. يالا وتقول له ليه يا ده؟ عشان ابوها ياخد بنت على قفانا. يا سلام. انا مش فاهم يعني، انت هنستعجب النهارده ونشتغل بكره يعني ولا ايه؟ ما تخلص بقى يا حبيبي، ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه ده ايه ده؟ خش على الدولاب، خش على الدولاب. مش معنى الدولاب ياد، ما هو ده المكان الوحيد اللي هنستخبى فيه. ده اللي بنتزنق فيه ده. ما يجراش حاجه بس على ما نعدي. يا رب. خش خش. انت تعرف يا حبيبي ان ضحكتك دي شبه ضحكة جوزي؟ والله ده شغال في السر. بيشتغل ايه؟ مدرب اسود. اروح والنبي، جوزك مدرب اسود؟ هو اسمه ايه جوزك؟ جوزي اسمه كريم. يا نهار اسود ومنيل، ده زميلي شغال معايا. لا والله. انت ازاي تطلعي مراته؟ طب خلاص ما تخافش، هو اصلا هيغيب اسبوع. انت هجي... في ايه؟ الصندوق بتاع السحر بتاع فين؟ الصندوق اللي انت كنت ماسكه؟ ايوه الصندوق. فراح فين الصندوق؟ لا يكون في حراميه في البيت. حراميه ايه؟ في بوليس تحت مش هيجي حراميه هنا. طب نعمل ايه؟ انا عايز الصندوق، ما بعرفش اشتغل من غير الصندوق. عايز الصندوق بتاعي، اعمل سحر انا ازاي بقى دلوقتي؟ طب يا حبيبي ممكن يكون خدناه معانا المطبخ. هو انت عايزه تروحي المطبخ وخلاص؟ صدقني ممكن يكون كلامي صح. تعالى بس. تعالي. تعالي يا روحي ما تخافيش، تعالي. يا نهار اسود، ده كريم جوزك جه. ايوه جوزي. جوزك اعمل ايه دلوقتي؟ مش عارفه. قلت لك جوزك هيجي في اي وقت وهو جه. ومراتك تيجي تطب علينا يا كرومي وتقفشنا؟ بقول لك ايه، ما توتريناش، دي ليله حلوه والليله عيد. يا نهار ازرق، الحقني يا ماهر، كريم بيخوني. معلش يا طهرة. انا مش هقعد له في البيت، انا لازم امشي واسيب البيت ده. انا اللي عايز امشي واسيب البيت ده. انا همشي واسيبه له خلاص. انا همشي، انا نط من البلكونه. طب ما في بوليس تحت. طب اعمل ايه؟ خبيني خبيني في اي حته. طب خش الحمام. مش عايز اعمل حمام، خبيني في اي حته. خش الحمام. استخبى في الحمام. فين الحمام؟ هنا اهو اهو. هنا الحمام. خدني معاك عشان اسمعهم بيقولوا ايه. هو انت عايز تيجي معايا وخلاص؟ يا حبيبي امشي. هو ده جوزك جاي يا وليا؟ الواد قلبه بيوجعه وعايز حد يدلعه، الواد بيقول الاه اه. يا سلام، دي ليله عنب باذن الله ان شاء الله يا رب. تعالي يا روحي ما تخافيش، تعالي ما فيش حد هنا. في ايديك اوعى تهديك بال، في ايديك اوعى. يا لهوي، شوف انت عامله ازاي وانا متجوز واحده عامله ازاي. متجوز خرتيت. الوليه خدت مفارش السرير وعملتها بلوزات ولا دي ايه؟ بصي راجل وست ستات وربنا، حاجه غريبه. بقول لك ايه؟ ايه دلعين احسن، انا محروم من الدلع. دلعيني كرومي. كرومي يا حلوه يا بطه. ايوه شوفي كرش ويا اختي يا قطه، يا خويتي بوسه لجيجي، يا خويتي يسلم فمه. يا لهوي على فمه. يا لهوي. الله يا كرومي، الشقه جميله وواسعه. ايه ده؟ ايه ايه ده يا كريم؟ في ايه؟ البلكونه مفتوحه والنور منور، هو مراتك تكون هنا وتطب علينا وتقفشنا. بقول لك ايه، ما توترنيش وتجيبي سيره مرات، انا ممكن اقطع الخلف وانا واقف دلوقتي. ما تجيبيش سيرتها على لسانك ابدا. لا لا انا خايفه، حاسه ان في حد في الشقه، ممكن يكون في حراميين. حراميين ازاي؟ في بوليس واقف تحت، مفيش حراميين، ما تقلقيش. لا لا انا خايفه، اعمل لي حاجه. انا هتصرف وهعمل كل حاجه، ما تقلقيش. ثانيه واحده استنيني حالا، انا جايه يا روحي. ثانيه واحده. عملت ايه؟ قفلت الباب بالمفتاح عشان محدش يزعجنا. يا شقي يا شقي يا جامد يا نوتي. ياه من زمان كان نفسي حد يقول لي يا نوتي. تعالى يا
كريم. ايه؟ بص انا قلقانه، مراتك لو جت دلوقتي وشفتنا في الوضع ده هي هتبقى مصيبه. يا ست ما تخافيش، بقولك ما تقلقيش بقى، انا قايل لها ان انا مسافر اسبوع، فما تقلقيش بقى، دي ليله حلوه. اصل انت عارفني اموت في الانبساط، لكن مشاكل ما بحبهاش. ومين بيحب المشاكل؟ مين بيحب المشاكل؟ انت بتحب المشاكل؟ احبوش. طب احبيه بقى وحات امك، احبيه عشان كده كتير والمصحف ليه لعب. ايه ده؟ ايه ده؟ يا لهوي. لهوك ايه؟ اخرسي اوعي كده. مين اللي في الحمام؟ مساء الخير يا حاج. يا لهوي دي هتقسمنا اتنين انا وانت دلوقتي، دي انت متعرفيهاش. انا عايزه مفتاح. دوري دوري على المفتاح عندي. دوري. ازيك يا حاجة عاملة ايه؟ الحمد لله على السلامة يا حاج. الله يبارك لك، خلي بالك لا تتزفلطي تيجي تتكسر رقبتك. انا مش لاقي مفتاح، عايز امشي. طيب ازيك يا حاجة عاملة ايه؟ تعال خش الدولاب، خش الدولاب. ايه؟ ايوه تعال تعالى. والله انتوا مين؟ يا عم تنيل في اللي انت فيه. خليك خليك. ها ابعد. ازيك يا حاجه؟ ايه ايه اللحمه جت الجمعيه؟ الحمد لله. يلا ادخل بالبضاعه ما تطلعش. يلا انتوا مين؟ ازيك يا حاجه عامله ايه؟ ايه ده ايه ده الجمال ده؟ الحمد لله على السلامة يا حاج. الله يسلمك يا حاج. الله انت مش قلت ان انت هتتأخر اسبوع؟ ما انا قلت بقى اعملها لك مفاجأة. بعشق مفاجآتك. فاكر المفاجأة الأخيرة؟ فظيعة. المصيف. ودي حاجة تتنسي؟ بس احنا من ساعة ما رجعنا عايز اسألك سؤال وبنسى. ايه؟ احنا رجعنا من البحر دي لنا كتير. ليه ما بتلبسيش التوق؟ توق ايه يا حاج؟ دي العوامة دي ولا انت نسيتي تقلعيها ولا ايه دي؟ لا ده البحر الميت يا حاج. البحر الميت؟ حتى البحر ما استحملش. ايوه يا روحي. تعالى اقول لك على حاجة. زي ما يكون بيستهيأ لي يعني ان انا سمعت صوت واحده معاك. واحده؟ فين الواحده دي؟ دي حتى كانت بتقول لك يا كرومي. ده اسد جايبه معايا من السيرك بدربه على فقره جديده. ما تقلقيش. يا ما شاء الله الاسد هيقول لك يا كرومي؟ هو انا مبعد محاره؟ انا مش مدرب اسود؟ اقول للاسد تعالى اقعد على حجري يقول لي تعالى اقعد على حجري نقعد على حجر بعض. تبعلك انت يا حاجه. ايه ده انت بتزعق لي يا كريم؟ انا بزعق لك يا حاجه. ما تزعقليش يا كريم. لا ازعق لك بقى. ما تزعقليش يا كريم. يا نهار اسد انت بتزعق لي. خلاص يا حاج. انت مجنون. خلاص يا حاج. انت بتزعلي. انت بتزعلي يا حاجه يا بنت المفتريه. انت بتزعلي والله بتضربي بجد. اوعي. تياترو مصر. تياترو مصر. انت بتضربني؟ تضربني يا كريم؟ خلاص. انا هجيب لك امي يا كريم. هديني امي. انا عايز امي. في ايه؟ ايوه يعني ايه بقى؟ ماما انا ايه اللي جابني هنا؟ احنا اللي نسأل ايه اللي جابك هنا؟ معرفش يا كريم، والله كنت قاعده مع ابو كريمه كده قعده صفا، قال لي مش هتقومي تطفي النور، قمت طفيت النور جيت على هنا على طول. جاي تكملي الحلم هنا يعني؟ اللي اتبخت بعيد عنك. الحقيني يا ماما، اللي اتبخت انا كمان، كريم بيخوني. كريم ايه يا بس؟ كريم بيخوني. اتكلي على راسي بيهولي. ماشي. في ايه يا كريم؟ يا حماد انت بتخون البيت؟ لا وربنا. دي البنت دي مفيش زيها، ده انا ربيتها احسن تربيه، ده الوحيده اللي عرفت اجيبها من ابوها. وانا ذنبي ان الحاج مقصر، انا مالي. بس يا كريم. ماشي يا حاج خلاص. ايه ده؟ ما تسمعش نفس. بقول لك ايه ده ايه ده انتوا مين؟ يا سلام. انت خارجين من الدولاب؟ طب ما امي خرجت ما استغربتيش ليه يعني؟ حاجه عجيبه جدا يا اخي. انا عارف. ايه ده؟ ايه؟ انتوا مين يا جدعان؟ ايه اللي احنا مين؟ خليكم في اللي انتوا فيه والنبي. خليكوا. انا كنت في الدولاب انا والحاج. مش انت كنت في الدولاب؟ كنا في الدولاب. انا كنت في رف البوكسرات. ايه
وانت كنت فين؟ انا كنت قاعد في شراب الولاية دي. طب امال ايه؟ ماشي. ايه؟ الدنيا كانت زي الفل جوه والله. امال ايه اللي خرجنا من جوه؟ انا عارف. انتوا مين انتوا؟ انتوا جايين هنا تعملوا، انتوا بتخونيني يا كريمه، بتخونيني مع اتنين يا كريمه. اديك قلت كريمه عادي. ايه يا ابني ايه الدولاب ده؟ اي حد تايه كده؟ ده تايه، ده تايه، تعال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا. انت مين؟ انت عايز ايه؟ سيف ما جاش هنا. سيف مين؟ سيف. سيف. سيف ما جاش هنا. سيف. مفيش سيف، انت بتخونينا يا كريمه مع واحد ثالث غير الاثنين يا كريمه. لا 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 لا، لو سمحت، انا عملت كل حاجه غلط ممكن تتخيلها، لكن عمري ما خنت واحد صاحبي. يا سلام، ما انت خنتنا اهو. وانت صاحبي. ايه يا عم، ما تكبرش المسائل. لا. سيف هنا؟ لا مش هنا. طيب يا جماعة أنا متأسف، بس لحظة واحدة بقى أتأكد سيف فين. اتفضل. أيوة يا حاج، اديني سيف. كمان سيف. هات التسعة يا حاج. لا ما عجبهمش، اقفلي يا حاج، اقفلي. انت عايز ايه مننا يا عم؟ انا متاسف يا جماعه، انا تقريبا تاني، انا اسف جدا. مين دي يا باشا؟ دي مراتي يا سيدي. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. الله يخليك. انت ربنا مديك جوهره. لا جوهره ايه، انت مديك الساغه كلها. الله اكبر، خلي بالك منها. دي في عيني. لا عينك ما تكفيش، حطها في عين السيره. ها يلا سلام. لو سيف جه قولوا لي. انا في سلام عليكم. مع السلامه. سلام عليكم. ارجع جوه الدولاب هتلاقي نفسك مكان ما كنت تايه. حاضر. مع السلامه. ده ايه الدولاب السحري ده؟ ما هي دي الفكره يا جماعه، واضح ان كل ما الست دي بتتمنى حاجه بتحصل. يعني اتمنى. انتوا حراميه، انتوا مخططين حراميه صح؟ انتوا حرام. انا الدنيا هتولع والله، الدنيا هتولع واحنا عايزين المطافي. الكلام ده مش يعني. وده جاي منين ده كمان؟ من الدولاب. لا احنا لازم نرش الدولاب ده. بدأ يطلع منه حاجات مش هنشوفها.